كابتن مدثر، قمة كروية منتظرة وديربي العاصمة الهلال والنصر، النصر والهلال في ملعب مرسول بارك، مباراة انطلقت ممكن النصر متقدم الآن، نحن في الدقيقة 43 والنصر متقدم بهدف اللاعب تاليسكا، وقمة في أغلى الكؤوس كأس خادم الحرمين الشريفين، عنوان رياضي كبير ويوم رياضي كبير داخل المملكة العربية السعودية. طبعا أكيد لما يكون في يوم حافل يكون عنوانه الزعيم والعالمي، ده ديربي على مستوى الشرق الاوسط صراحه، يعني بالنسبه انه طبعا كل الناس اتفقت انه الدوري العام السعودي يعتبر من افضل الدوريات على مستوى العرب يعني صراحه، فبالتالي انه الفريقين زاخرين جدا بالمواهب والمستويات الكبيره اللي بيقدموها، والديربي دائما ديربي الرياض بالذات النصر والهلال، والهلال والنصر دائما له طعم خاص وله ضخم اعلامي كبير، والناس بيعدوا له اعداد من فتره، والفريقين يعني بيجوا بعظم النجوم، لكن ترى انا بشوف النصر في المباراه دخل فهو كان موفق توفيق انه لانه كان بيفقد اللاعب تاليسكا في عامل الطرد في المباراه اللي قبل الاخيره اللي هو قدم مباراه الاتحاد. نعم في مباراه الاتحاد تم فقد في مباراه الاتحاد، لكن في المباراه الاخيره مباراه امام الباطن، امام الباطن نعم النصر قدم كوره كبيره جدا لانه كوره كانت صعبه من كل المقاييس. نعم. الناس يعني 7 اهداف يعني بصعوبه قدر يكسب المباراه، وكان ده كسر ايقاف اللاعب تاليسكا، لكن لو كان لاعب بحجم تاليسكا يغيب في مباراه الديربي كان حيكون في اشكاليه كبيره جدا للنصر، وكان حيكون مكسب كبير للهلال. فالمباراه الفريقين طبعا بيقودوا في الدفه الفنيه ارجنتينيين. نعم هذا عنوان التانجو الارجنتيني. نعم بالتالي انه طبعا بشوف انه يعني مدرب النصر روسو طبعا حقق نجاحات كبيره جدا. نعم. يمكن خساره وحيده وكانت امام الاتحاد، وشيء منطقي باعتبار انه فريق الاتحاد في الموسم الحالي يعتبر يعني متصدر هو الدوري، متصدر الدوري، وبعدين بيقدم مستويات كبيره جدا، فهو ده هو المدرب اللي نشل. انا اشوف انه لانه الناس قسوا عليه كثير حاولوا انه يعني يدوسوا على الانجازات اللي هو حققه، لانه هو نشل النصر من مؤخره الترتيب. نعم.